احنا رايحين دلوقتي هنشرح ازاي نأسس الطفل في اللغة العربية، ازاي يعرف اكتبه الحروف. طبعا بعد ما نكون علمناه ان هو ازاي يكتب الخط اللاين الواقف والكيرف دوت والطبق والطبق المقلوب، كل دوت الطالب لازم يعرفه الاول، هيفرق معاكي جدا لما يجي يكتب الحروف، تمام. ولما يجي اعرفه الحرف لازم اعرفه بالثلاث حركات اللي هي الاي والاي والاو، تمام. ده هيسهل معاكي الكتابة والقراءة جدا جدا جدا. بعد كده مثلا عايزة اعرفه ان هو ازاي يكتب حرف الالف، هقول له كده ان هو واحد واقف، واحد نايم، واتنين، او اقول له واحد واقف، واحد نايم، والسين ونو. طيب عايزة اعلمه حرف الباء، تمام. هقول له واحد كده قاعد توتو وبيمد ايده لاخوه، تمام. واحد كده وقاعد توتو بيمد ايده لاخوه، واحد كده قاعد توتو على السطر بيمد ايده لاخوه، تمام. دي الباء ودي التاء ودي الثاء. طيب دلوقتي هو مش عارف يعمله بالكيرف ده، لو عمل كده، لو عمل واحد واخوه وبيمدوا ايديهم لبعض في الاول، ماشي برضو هتمشي في الاول، بس لحد ما يعتاد على القلم ويعتاد على الحرف هتلاقيه بيكتبه عادي، تمام. هعرفه يفرق له ازاي بين الثلاث حروف دول، هقول له الباء زي البطة، مش باء بطة، يبقى البطة بتقعد على البيضة، يبقى الباء بتقعد على النقطة. بالنسبة للتاء هعلمه ان التاء زي تاء تفاحة، طبق وفيه تفاحتين، تمام. بعد كده الثاء هعلمه ان ثاء ثعبان، والثعبان الصوت بتاعه بيبقى الثعبان بيعمل يبقى ثاء ثعبان، عليها 3 نقط. الافكار تبدو بالنسبه لك عبيطه طبعا، بس هي مع الطفل هتربط معاه جدا. عايزه افرق له ما بين بقى الجيم والحاء والخاء، تمام. هاجي كده هو اعمل سي وليها راس، اعمل سي وليها راس، اعمل سي وليها راس، تمام. دي جيم ودي حاء ودي خاء. بالنسبه للجيم هقول له جيم جمل، تمام، والجمل كالجعان واكل النقطه في بطنه. بالنسبه للحاء، حاء حمامه، الحمامه خدت النقطه بتاعت الحاء وطارت. بالنسبه للخاء، خاء خروف، الخروف في على راسه قرن، يبقى النقطه على راس الخاء. بالنسبه للدال والذال بقى، الدال والذال هقول له كان واحد واقف كده ورجليه وجعته وقعد توت على السطر، كان واحد واقف وقعد توت على السطر، تمام. دي الدال دجاجة، تمام. بالنسبة للذال ذرة، هنقول ايه ان الذال خدت حتة دراية من الذرة وحطتها على راسها بقى اسمها ذال ذرة، تمام. بالنسبة بقى للراء هنقول له كده سنة كانت واقفة على السطر وقامت اتزحلقت فر كده، وازاي كمان سنة كانت واقفة على السطر واتزحلقت فر كده بس حطت على راسها نقطة. بالنسبة للفرق ما بين الراء والزاي، ما اسمهاش زال، اسمها زاي. طب عايز اعلمه بقى الفرق ما بين السين والشين، يكتب ازاي السين، هقول له طبق مقلوب، طبق مقلوب وطبق غويط. بالنسبة للشين طبق مقلوب، طبق مقلوب وطبق غويط بس عليه 3 نقط. وكده نكون خلصنا لحد حرف الشين، وشكرا لكم.